اسمعين يحط بوقك البطيخة طاح. اسمعين بوقك كتب ستيل ولا جاي. اسمعين هو انت كان قصدك بوق وتطلع له اسمعين ياسين. اسمعين هو انت اصلا بني ادم زينا؟ هو في الحقيقة انا بني ادم بس مش زيكم ابدا. اسماعيل كلك لقمه بالهنا والشفا. ماليش نفس. يعني ايه؟ هتنام من غير عشاء يا عم؟ الا صحيح يا علي انا بقي واسع. يوه انت لسه برضه بتفكر في بقك يا بقه. ولا فاض حتى العيال الصغيره بيقولوا لي يا بقه. طب اتعشى يا عم. مش طاف. بقول لك ايه؟ انا ما اتعشيتش مش هحاسب على العاش. خيرك سابق يا بقه. تصور يا سلامة الزباين اللي لادي في الكازينو قعدوا يهيصوا عليا ويقولوا بقوا بقوا بقوا. هم لحقوا يقروا المجلة دي ولا ايه؟ سيبك بقى من اللي مكتوب في المجلة ده. تلاقي واحد متغاظ منك قام سلط عليك واحد جورنالجي يكتب فيك الكلمتين دول، وده ما كانش يحصل لو ما كنتش ناجح. هو الناجح يعني يبهدلوا البهدلة دي؟ في كل كار الناجح بيتشتم، وانتوا عشان كاركم مكشوف الشتيمه بتبقى علني. بس مين يعني مين اللي حاططني في دماغه وبيعمل فيا كده؟ مين نفسه؟ وبعدين انت زعلان يعني عشان بيتريقوا على بوقك الواسع؟ هو واسع فعلا يا سلام؟ حبتين بس ده برضو ما يزعلكش. الفنان ما يعبوش غير ان فنه بقى وحش. وبعدين هو الفنان بشكله ولا بفنه؟ لا بفنه طبعا. خلاص يبقى ايه اللي زعلك؟ اه صح، صدق انت ريحت قلبي والله يا سلامة. ربنا ريح قلبك. ايه المهم يا سيدي؟ ادي شنطة هدومك اهي ماشي، والراديو ده هدية مني. جايب لي راديو هدية؟ ربنا يخليك يا سلام. امال انا الراديو بتاعي فين امه؟ لطش عثمان البواب وصاحب البيت حاجز على العفش بتاعك. يا خسرت العفش وخسرت الراديو. فداك بكره تجيب احسن منهم. ربنا يخليك ليها سلامة. استنى، البدلة بتاعت الزبون كانت بايتة عندي اهي. اتفضل. ولا يهمك، بكره صاحبها يجي يستلمها ويلاقيها على سنجة عشرة. ربنا يخليك يا سلامة. والله مش عارف اعمل ايه. انا بقى النهارده هاخد الهدوم اللي انت جبتها لي اثر عليهم وعدم رشهم واغسلهم لغاية الصبح. بشرف ما يحصل. هدومك هتتغسل عندي في الدكان. عندك؟ ايوه، الواد الصاب اللي عندي هيغسلهم وانا حكوهم لك بايدي. يا سلامة جمايلك مغرقان يا سلام. ما تقولش الكلام ده اسماعيل، انت حبيبي يا اخي. انا عارف يا سلام، وعشان كده عارف ان انا لو سألتك سؤال هتجاوب عليا بصراحة. يعني هو انا بجد يعني بقى واسع؟ تصبح على خير يا اسماعيل. يبقى واسع. واسع. خد يا عم هدومك كلها كاوت. اتفضل يا سمعة. اخيرا هغني للادي ببدلتي لاول مرة. البدلة كاوتها لك والقميص عيفته لك اخر تقيفة. مالك يا اسماعيل؟ قلبي مش مرتاح يا سلام. من ايه كفل الشر؟ حاسس ان في حد بيدبر لي مكيدة. مقلب يعني؟ اه، وانا قلبي ما يكذبش ابدا.